دكتور كرفة صلاح الدين، طبيب مختص في أمراض وجراحة النساء والتوليد. هو وسائل الوقاية من الحمل ولا وسائل منع الحمل؟ الفوائد تاعها والمضار الممكنة يعني. كل وسائل منع الحمل لازم تحترم 4 شروط. لازم تكون فعالة، لازم تكون ريفيرسيبل، يعني لما الكوبل يحبسها الحمل يجي، لازم الاسترجاع تاع القابلية للحمل تكون متوفرة، لازم تكون ما فيهاش مضرة، ولازم يقبلها الكوبل، لازم القبول تاع الكوبل. هذو هما 4 شروط. كاين الوسائل، كاين الحبوب. الحبوب منع الحمل هي الوسيلة اللي مستعملة الأكثر في العالم، تقريبا 80 حتى 90 مليون مرأة في العالم تستعمل الحبوب، حبوب منع الحمل. وكاين اللولب، اللولب الرحمي اللي هو الاستيريلي. وحاليا كاين وسائل حديثة، يعني كاين لامبلون، لامبلون سوكوتاني، كاين حتى دي باتش، يعني ملصقات تلصق مدة أسبوع، كل أسبوع تبدلو ولا كل شهر تبدلو، وهذو غير متوفرين هنا في الجزائر. عموما ما كاش اضرار كبيره اللي ممكن تشكل خطر على الحياه تاع المراه. مثلا الفن مهنه الطب انه الطبيب يقدر يخير الوسيله اللي منع الحمل اللي تليق بالمراه، ما كانش وسيله واحده تليق بكاع النساء ولا كلش مليح لكاع النساء ولا كلش مضر لكاع النساء. نفس الحبوب تلقاه هذه المراه تحمله، هذه ما تحملوش، هذه تحملها تليق لها اللولب الاستيريلي، هذه ما يليق لهاش الاستيريلي. وهنا تدخل في مهنة الطب، الطبيب الجيد أنه يعرف الوسيلة اللي تليق بالمرأة، تدير كل مرأة يخيط لها الوسيلة اللي منع الحمل اللي تليق بها، اللي تليق بها واللي ما تضرهاش. هما ما كانش مضار، كاين ديزيفي سكوندير، كاين أعراض جانبية. لازم نعرف بلي كاين نساء ممنوع عليهم الحبوب، وكاين نساء ممنوع عليهم اللولب، وكاين نساء يتحملوا جيدا الحبوب ونساء يتحملوا جيدا اللولب. وهذه هي الطبيب يقدر الجيد يقدر يخير الوسيله اللي تليق بالكوبل. في بعض الحالات اجباري انها المراه تاخذ وسيله لمنع الحمل، هذا في حاله اذا كان الحمل بحد ذاته شكل خطر على الحياه تاعها. مراه دارت سيزاريان غير كيما خرجت من عمليه جراحيه وتعبانه، ما تقدرش تسمح لنفسها انها تكون بالحمل 3 شهور من بعد. اول كاين خطر على الحياه تاعها، لانه ممكن ديرين لوبتيريتيرين خلال الحمل، لانه الرحم تاعها تفتح. كاين ممكن يكونوا مشاكل في المشيمه، يعني التصاق مرضي للمشيمه، وهذا ممكن يؤدي في نهايه الحمل النزيف حاد. يعني هذو نساء لازم لهم ضروري تاخذ وسيله فعاله لمنع الحمل. مرأة عندها ديابات، عندها مرض السكري ديزيكيليبري، يعني مختل تماما، ما تقدرش تسمح لنفسها انها تكون بالحمل، لانه الحمل هذا ممكن يزيد يضرها في الديابات تاعها ويضر الجاني اللي في كرشها. مرأة عندها اون هيبرتونسيون، عندها اون تونسيون ارتيريال تري زيلفي نون كونترولي، ما تقدرش تسمح لنفسها تلقى روحها بالحمل، لان هذا يشكل خطر على الحياة تاعها. كاين بعض النساء ياكلوا لابيلول كيما الحلوى، لازم يعرفوا بلي هذه الحبوب ادويه، والادويه هذه لازم تاخذها تحت وصفه طبيه باش تيفيتي مضاعفات. كاين ان بيلون يندار قبل اخذ كاين تحاليل يندارو، كاين فحص يندار، هذا هو باش تبدا. وكاين طبيب باش يخيل الوسيله المثاليه ليها اللي يليق بالجسم تاعها. استشارة الطبيب ضرورية باش تاخذ. ماشي كاين، انا نشوف نساء يتبادلوا لابيلول ما بين جارة وجارة، تشرب تعطي لها لابيلول اكسترا. ثانيا نشوف استعمال تاع لابيلول لاسباب اخرى، تقول لك انا باش نصوم رمضان كامل ناخذ لابيلول، باش نروح نعقب لي فاكونس ما يجونيش الحيض تاعي نشرب لابيلول. لابيلول راهي دواء، والدواء هذا ممكن يكون عنده مضاعفات، وإذا كان ما حسناش الاستعمال تاعه كأي دواء ممكن يمد مضاعفات.